كيحلي الله السماء وكيقول لي اطلب اللي بغيتي. شحال هادي وانا كنفكر في هاد البلان الاخوان، واخا داك الشوج غادي يدخل لك مع سميتو. وياهو اصدقاء، ضربت اليوم 200K في الانستغرام، نمشي دابا نقولها لصحابي. خليل شنو خليل؟ خليل ضربت 200K في الانستغرام. قول لي انت غير دوز يوما. والله الا حشومه عليك بالله جاينا فرحان. نقول لك حسام ضربت 200K في الانستغرام. طفيخ لينا مو عارف انا مونطي واحد. والله الا حشومه عليكم ضربت 200K في الانستغرام. ومن بعد وحافي ضربت 200K في الانستغرام. فرحوا معنا صاحبي. معاه زيرو صوم. الله يبارك. بزاف الطلب الى الاخوان بزاف. حرك حرك ابليكاسيون كاميرا ميلا اي اي كاكا اي اي اني افريكا. وصلت وقيتها اللي كانت سناو من النهار كامل باش نضرب واحد الطنجيه اللي راه صايبها خالد غيلوح لكم واحد الفلوق. وصلت عليه وصلت الشاوين. سمع اش فيها؟ كليو كليو من الفضاء. من الفضاء نزل من الفضاء وكيجي كيدير لي واحد كليو. داري الوليد ما تخيش شنو شفت الوليد في بيت النعاس. ما شفتيش شنو شفتي طبا صاحبي ياك ما كلات لك ودني. واش من هو قالك اصبر؟ لا لا ما كلات. واش كدير الطبا في بيت النعاس؟ دور على العجب شتيها صورتيها صورتيها وصورتها صاحبي. داري داري راه ما نقدرش باقي نبات هنايا. راه كنا حنا في 1914 راه كنا عايشين مع الطبات في الغيره صاحبي. اش غدير؟ اجي نعس هنايا. صافي مشات والله الا غنعس انا. انا بغيت غنعرف كيفاش طلعت هذا صاحبي لهنا. راه يمكن اما طلعت من الشرجم ولا تخفاش هي تحت الباب. اش من تحت الباب؟ راه داكشي صغير صاحبي فيما داز الراس ديالها غادي يدخل كل شيء. هذا شي يخرج من هذا البيت هذي. هذا البيت راه ماشي هاد الطبات اللي فيها. ايه ما كايناش هنا صافي دابا عرفتي اش غدير. والو اش بان لك اخويا فهد؟ اش بان لك؟ ربي عبد اش بان لي فيه؟ خليني انا الفطور صاحبي. ديك التوا ديال الحوت هو ما بقى ما شات والو باش تصحى الحوره صاحبي. شوف شوف واش لقيتها واحد لقيتها. واش دخلتينا بالمصيده زعما للدار باش تفطر عندنا؟ جاب جوج مصيدات وصيدنا وصيدتينا صيدتينا وصيدنا المسخوط. اذا ما شتاش فيما اها غدا غادي نجي عاوتاني. سير نعطلو عليك. ما توصلناش. ما توصلناش. اللهم ودي الطبه ولا هذا. سوري. واش شريف حنا ديك الطبه راه مربينها. مربينها. عطيناها ابتسال. سير ابتسال. كليو كليو. الراجل الخو ادريا ما قصاش الفطور غير هكاك. راه جاب لنا مع الدلاحه. كيفاش تقريبا نعرف الدلاحه واش طبت؟ كتسمعها كطمطم. اه. عرفها طيبه من الداخل. ها هادي راه ما طيباش. هكاك. ولكن انا كنت الوالد هذيك صاحبي قبح الله يوسعي فيك. لا لا هي المشكله صافي تعب لي الضيم انا كاع. علاش اصاحبي ما عرفتش كاين اليوم كميناش هي واكلا تسحرتي بالملحه. واش الناس ولينا نديرك ما بقى والو يدن دابا راه صافي. المشكل ديال الطباء عرفتيش؟ قال لي واحد السيد عيط ليا من تيفني. قال لي ملي كتولد كتنعس 6 ايام ولا 4 ايام كتنعس ما كتخرجش. انت راه كتبرزتنا الاخوان. اليوم اول ليله 27 راه اليوم راه كيكون دوك سحيري ميري بحال الا حلمت البارح. تحلو السماء السماء تحلات كتحل السماء اللي هو مزيان كيعبد الله وكل شيء وغادي الجنه كيحلي الله السماء وكيقول ليه اطلب اللي بغيتي. تعالوا معايا واحد البلان غادي يكون واعر بزاف. البلان اللي بغيت نبارطاجي معكم شحال هادي وانا كنفكر في هذا البلان الاخوان وزعمت ديال بصح الناس اللي عاقلين على الطراجي اللي درت مؤخرا 109 كيلومتر. دابا ان شاء الله غادي ديبليكي وديك 109 كيلومتر غادي تولي 240 كيلومتر. يا شريف ان شاء الله الاخوان ثالث عيد ان شاء الله غادي نشدوا الطريق انا وحسام ومعاذ لمراكش بالبيكالاس.
شوف واخا صاحبي واش انت حماق صاحبي وانت غادي بك على الطوموبيلات ولا طولت كتمشيو 160 تهزك شي وحده صاحبي الله يهديك صاحبي حنا غادي نمشيو في الطريق الوطنيه راه كاين لوتوروت اصلا ممنوع على البيكالات تقرا راه فيها الوحوشه صاحبي غتهزو بالليل قول لي شي حاجه اللي غتشجعني باش ان شاء الله نديروا هذا الطراجي هذا حيت واعر بزاف الخوش كنت كنحلم به بشحال هذه وغادي نديروا ان شاء الله انا ومعاد وحسام غادي تبقى تعلم في معاد انا توصل نقول لك راه درني الجوع مال انايا غادي نهز معايا الطنجيه حنايا غادي نديو تقيوتات درك الجوع لوح تقيوتات السلام عليكم انا اللي غادي نقول لك واط الله فراسك في ديك 3 ايام ولا 4 ايام بلا بشويه بشويه تمشوا لا وحنا راه حيت دابا عندنا ان شاء الله يومين ديال الطريق ونحسوا بالليل لا تمشوا بالليل وبالنهار صح غالب سيدي ويا ولادي واش هاد البيكالا عندك ما فيها الضوء ما فيها الفيروج الله كلشي كاين كاين عندي الفار عندي التقابل عندي الوضع واخا وداك الشج غادي يدخل لك مع سميتو وداك الشج صاحبي لا لا كون هاني كاين واحد السيكليز مخصص بصحاب الفيلو كاين البونج على داك الشيء الماء راه كاين كاين الماء في الطريق صاحبي كتمشى 100 كيلو متر كاع ما كنشوف حتى البلاج وراه صاحبي راه غطيح في ان شاء الله انت معاك رويدات السكر هذيك الورانيه بعدا راه حفات واش رويدات السكر هي الميكا ولا ماشي هي الميكا الحمار والرويدات السكر خلا من زعما الرويده ديال ودي معاك باش تبدلها سارو 17 سارو 6 سارو 18 وغاديو السينيسيل دا هو باش تبوقو باش تحيد البياسه اي فعلا والغومبا حيت كنتي في 1914 اي كنت مع مسافر الجاري الجاري راه كيهبط البيكالا كيحلها الفوق وكيركب تحت الماء الشامبيون ديال الكورس ديال المغرب اصاحبي مسافر جاري هي المسافر الجاري ما عرفتوش باقي حي ولا مات بلا راه هذه حيت ذكرتي في واحد الفيديو ديال البودغات معايا بنت وقسم بالله معقول بيسلم عليها ديتي كاز المسافر الجاري تبارك الله عليك غادي نمشيو عند السيكليست كيفاش كدو البياسا كيفاش نتبوقوا لا كيف ما تخدم عندو 3 ايام باش تعرف فيك الله وتتعلم ويا 3 ايام راه دي معاك الزيت زيت العود الزيت والزيت اصاحبي دير السلسله باش تمرش عليها هذاك ديال الفران واه درتي عليها ندير الفران واحد النهار شي انا المهم هاد ليكسبيريونس غادي نديروها في يوتيوب ان شاء الله خذ تفائلوا بالخير تجدوه اما الواحد اللي كيتوكل على الله وكيمشي راه ربي غادي يسر ليه ان شاء الله تعالى شور سير عند السيكليست بعدا كاين يزيد لك السوايع بالليل حيت هو خدام بالنهار غيزيد لك السوايع بالليل ولي باش يتعلم مزيان كمل فطورك السوايع فين شي سوايع بالليل اصاحبي واش الخوت اش كتعوضوا جبنا معنا واحد العشير جديد اللي سميتو بيتو واخا السيرجيو كيخاف منه قصه صاحبي لا صاحبي يلا قول لي شنو سميتو بالفرنسي لوبان غوان فين شفتي هاد لوبان غوان هادي فين شفتيها قصه صاحبي اللغه العربيه سميتها الحرباء لوبان غوان قوليها بالجيد لوبان غوان خوتها باش كنعرف انا العشر ايام الاخيره في رمضان مارين الدار ولو كيديروا الشهوه دز الخبز غمروها بشي حاجه المهم دوز سيغادا غايو مات فات سموتيني نيت ولا ولا خويا ولا لا اصدقاء كيفاش انت فين الوالد اصاحبي جيل تيرا دوز ليه مره اخرى جي معاك الوالد لا احبك والدي